السلام عليكم. القجع كيقول لا أعادي الكرة المصرية وحريص شخصيا أن تحظى مصر بشرف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019. هذا اللقاء الإعلامي اللي داروا السيد فوزي القجع مع قناة مصرية، اللي غادي نعرفوا التفاصيل ديال هذا الحوار في هذه الحلقة. لكن وقبل ذلك، لكن انت مازال ما اشتركتش في القناة، اشترك، فعل زر الجرس باش يوصلك أي جديد لحظة نشره على القناة. ونمشيو لتفاصيل الخبر. وفي تفاصيل الخبر، قال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع في حوار تلفزيوني بقناة او ان سبور المصرية أنه علاقته مع الإخوة المصريين والمسؤولين الرياضيين في هذا البلد الشقيق علاقة طيبة وأخوية، وحين أزور مصر أشعر كالمغاربة قاطبة بأنني في بلدي الثاني، نافيا أن يكون له موقف معادي ضد المنتخب المصري أو الأندية المصرية كمسؤول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو في الفيفا. وأضاف السيد فوزي القجع في لقائه الخاص بث مساء اليوم على قناة او ان تي ام سبور المصرية أن بالإضافة إلى ذلك أن العلاقة التي كانت تربطني بعدد من المسؤولين الرياضيين المصريين على رأس الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو رضا أو الأخ جمال علام الرئيس الحالي هي علاقة أكثر من صداقة أو تنسيق كروي، وتجاوزت هذه الحدود وكانت علاقة أخوية. وأكد السيد فوزي القجع أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي الكاف لكرة القدم حين كان يدرس تأجيل كأس إفريقيا سنة 2019 بالكاميرون، أنا كنت أول الداعمين لأطلب من الأخ هاني أبو رضا آنذاك على أحقية مصر لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2019 بالشقيقة مصر، مضيفا أنه بعد الإعلان على هاني التأجيل طلبت من رئيس الاتحاد المصري آنذاك هاني أبو رضا مباشرة بتقديم ترشيح مصر، وقلت له أن المغرب سيكون من أول الداعمين لها، وهو ما كان فعلا، حيث أقر الكاف بمنح مصر تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، واحتفلنا جميعا بهذا الإعلان مع الإخوة المصريين على هامش اجتماع المكتب التنفيذي آنذاك يوم إعلان القرار. وتابع السيد فوزي القجع قائلا: وكنا مساهمين في إنجاح تلك التظاهرة بمصر إلى جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، والتاريخ سيحتفظ كما كانت قناعتنا أن كأس الأمم إفريقيا بمصر سنة 2019 كانت من أنجح الدورات. كان هذا هو التصريح أو الحوار التلفزي الذي قام به السيد فوزي القجع مع القناة المصرية او ان تي ام سبور مساء اليوم الجمعة. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال نهار اليوم. كنتمنى اللي ما مشتركش في القناة يشترك، يفعل زر الجرس باش يوصلكم أي جديد لحظة نشري على القناة، وكذلك تشجيع لنا لنواصل في تقديم الأفضل إن شاء الله في هذه القناة. وكذلك لا تبخلوا علينا بآرائكم واستفساراتكم، وكذلك كل شيء يتعلق بهذه القناة، هل هي قناة في طريقها الصحيح؟ فهذه القناة منكم وإليكم. شكرا لكم على المتابعة، وإلى فيديو